والبداية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته لأبناء مصر في الخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. قال سيادة الرئيس في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر في الخارج لأبناء الجاليات المصرية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. قال سيادته: الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يجعله عيدا مباركا سعيدا، وأن يعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1443 من الهجرة. وجه نص البرقية: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم بكل الخير واليمن والبركات. ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم باستقبال عيد الفطر المبارك يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن، حراسا للأرض والإرادة، عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطني في الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخه الحضاري العريق. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير والنماء لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير. كمان امبارح كان في اخبار كتير واحداث مهمه، منها الحكومه استعرضت نشاطها الاسبوعي وقراراتها التسعه في انفوجراف، وايضا نفت صدور قرار بالغاء الصف السادس الابتدائي واتاحه التقديم لحج القرعه السنه دي طول ايام عيد الفطر المبارك، واخبار تانيه كتير نستعرضها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الموضوعات والأحداث، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 23 ولحد 29 إبريل، واللي تضمنت الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. كمان أكدت الحكومة إن الأخبار المنتشرة عن إلغاء الصف السادس الابتدائي غير صحيحة وإنه ما صدرش أي قرارات بخصوص الموضوع ده، وشددت على استمرار سنوات الدراسة زي ما هي بدون حذف أو تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، ونجدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الأخبار اللي زي دي وإنهم ياخدوا معلوماتهم من المصادر الرسمية. وشهدت كمان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع، وده بخصوص تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع. وعملت وزارة التضامن حفل إفطار جماعي للمتعافين من الإدمان بمنطقة بشاير الخير، وده في إطار الحرص على استمرار تقديم خدمات ما بعد العلاج. أيضاً تم إطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطي المخدرات ببشاير الخير وتسليم الفريق اللي فاز كأس البطولة ضمن حملة المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش. كمان هيستمر التقديم لحج القرعة طول فترة العيد ولحد يوم 6 مايو، واشترطت وزارة الداخلية على المواطنين المتقدمين للحج توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فيجب على المواطن أنه يختار الجهة اللي يحج من خلالها زي قرعة، سياحة أو تضامن، ويكون التقدم لمرة واحدة بس لأي جهة من الجهات المنظمة للحج. وهيستمر التقديم لحج القرعة في جميع مراكز وأقسام الشرطة في كل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وزارة الداخلية قررت استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية السنة، ومد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شهر يونيو.
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجاري. فقد تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري، تخفيفاً عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الأحداث على الساحة الدولية. وتشهد منافذ أمان وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع السلع، كما تتسم بجودة عالية والانتشار الكبير لمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. كما تقرر بمناسبة عيد الفطر المبارك استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من شهر يونيو القادم، لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والتي تقترب من 1000 فرع. وقد حققت المبادرة نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في تخفيض الأسعار. نحب نطمن المستهلك ان المبادره ممدوده معانا بكل الكميات، ومش عايزين الناس تقلق. احنا بنبعت رسائل طمانينه ان كل المنتجات موجوده وباسعار مناسبه، وفي بعض المنتجات بتوصل الى 60%. هو بصراحه انا كنت نازله اشتري حاجات يعني لوالدتي وللاسره عندنا، ولقيت ان في تخفيض في الاسعار كبير جدا وفرق اسعار. يعني انا لما كده حاسب لقيت ان في فرق اسعار كبير. كل العالم فيه ارتفاع شديد في الاسعار، تيجي مبادرة زي دي في وقت زي ده بصراحة خففت كتير عن المصريين. أسعار كلها في متناول الجميع، تخفيضات 30-40%، حاجات جميلة وفي متناول الجميع. يعني بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة دي، خففت عن الناس كتير. استفاد المواطنون من التخفيضات في شراء متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة مع وفرة المعروض من كافة أنواع السلع والتي تتسم بجودة عالية، وهو ما أشاد به وبحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عنهم مهما كانت الظروف والمتغيرات التي قد تؤثر على الأسعار. هي المبادرة بصراحة جميلة، فيها خصم من 30-40%، الحاجات جميلة جدا في ظل الأسعار اللي احنا شايفينها العالمية ديت، فتعتبر حاجة كويسة جدا يعني. والله حاجة كويسة، وريت تستمر السنة كلها بحيث انها تظبط بردك السوق بره أفضل وأفضل يعني. السعر طبعا في المبادرة مختلف عن بره أكيد، يعني ألف سعر طبعا. شيء جميل جدا انك تلاقي كل حاجة في مكان واحد وتقل في السعر. ربنا يخلينا الرئيس. بنشكر سيادة الرئيس وبنشكره على المبادرة دي، ودايما حاسس بالناس. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا. المبادرة انتشرت فعالياتها وامتدت على مستوى الجمهورية بكل المحافظات بتنسيق بين مديريات الأمن وكبار الموردين والتجار بكل محافظة، وهو ما انعكس على وفرة المعروض في السلاسل التجارية والشوادر المقامة لهذا الغرض. وقد حرصت الوزارة على توضيح عناوين السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة في المبادرة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل الوصول إليها. عطاء متجدد من مبادرة كلنا واحد وفعالية كبيرة حققتها منذ انطلاقها نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويظهر تأثيرها واضحا في المناسبات المختلفة التي تتزامن مع إطلاقها لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مع تأكيد على استمراريتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم ونتابع أخبار المحافظات. امبارح كان في مجموعة كمان من الأخبار المهمة، منها تمويل 2280 مشروع صغير ب 74 مليون جنيه في بني سويف، أيضا افتتاح 6 مساجد جديدة ب 11 مليون و 550 ألف جنيه في البحيرة، وأخبار تانية كتير من محافظات تانية خلينا نستعرضها مع حضراتكم.
محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح. في بني سويف وصل إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنفذة خلال الشهر اللي فات 2280 مشروع بقيمة 74 مليون جنيه، ووفرت فرص عمل زادت عن 3000 فرصة في مجالات ومشروعات الإنتاج الحيواني والأعلاف والملابس والأعمال والمهن الحرفية والفنية والأنشطة التجارية المختلفة. في محافظة البحيرة أكد المحافظ أنه تم بناء وافتتاح أكثر من 435 مسجد، وده بالتزامن مع افتتاح 6 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف في مراكز دمنهور وإيتاي البارود والدلنجات وأبو المطامير وكفر الدوار، وبتكلفة إجمالية وصلت ل 11 مليون و 550 ألف جنيه. في محافظة السويس اتفتح طريق السويس القاهرة الصحراوي قدام السيارات الملاكي والأوتوبيسات فقط بعد ما توسع واترفعت كفاءته علشان يوصل لعشر حارات في الاتجاهين. الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تابع انتهاء مديرية الطب البيطري في الغربية من أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2022 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتسطع، وبلغ إجمالي اللي اتحصن من الحيوانات 215203 من البقر والجاموس بنسبة تغطية 96% و 32014 من الأغنام والماعز بنسبة تغطية 77% بإجمالي 247307 حيوان. كمان تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أعمال التشطيبات النهائية للمباني رقم 1 و2 لكلية الصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي تمهيداً لاستلامهم في أول شهر يوليو الجاي، وبيتم تجهيز الأبنية على أحدث الطرز المعمارية الحديثة من حيث التأسيس والبنية التحتية التكنولوجية. الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أعلن عن احتلال الجامعة المركز 78 عالمياً في مجال توفير الطاقة والطاقة النظيفة، بجانب نجاح الجامعة في إحراز تقدم مشهود في تصنيف التايمز الإنجليزي والخاص بأهداف التنمية المستدامة 2022، واللي شمل تقييم مستوى الجامعة في 17 معيار.